وسط شارع جمال، حيث يحتشد الجموع من المواطنين للاحتفال بذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر. هذه الذكرى العظيمة التي مثلت وتعني لأبناء هذه المدينة الكثير. في هذه اللحظات تلاحظون قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وبحضور وفد رفيع المستوى من الحكومة الشرعية بقيادة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري، وكذلك وزير الثقافة مروان دماج، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، وبمشاركة واسعة من قيادة الجيش الوطني هنا في مدينة تعز، وكذلك السلطة المحلية. لحظات ويقوم قائد محور تعز بإيقاد شعلة 26 من سبتمبر في ذكراها 55. تلاحظون قائد محور تعز ها هو في هذه اللحظات، لحظات قصيرة فقط، ويقوم قائد محور تعز وبجانبه نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري لإيقاد شعلة 26 من سبتمبر. إذا فرحة عارمة تسود الشارع التعزي اليوم بهذه الذكرى العظيمة التي مثلت الانتصار على المشاريع الإمامية والتحرر من كهنوت الإمامة الذي ظل مهيمنا على اليمن بشكل كامل. إذا هو احتفال وتأكيدا على مواصلة مشوار التحرير واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات الانقلابية. ها هي الفرحة العارمة تسود الشارع التعزي الآن احتفاء بهذه الذكرى العظيمة المجيدة. وكما تلاحظون الألعاب النارية وهي تضيء سماء هذه المدينة ابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة. أجواء فرائحية تبدأ الآن في هذه اللحظات في مدينة تعز احتفاء بهذه الذكرى، بينما يتم الإعداد لإقامة برنامج الفعاليات الذي سينطلق منذ صباح الغد تخليدا لهذه الذكرى المجيدة. حمزة أمين، قناة بركة.